أجدابيا بوابة الشرق في ليبيا هي من جديد تسقط في أيدي مسلح المعارضة بعد قتال شرس مع القوات الموالية للعقيد معمر القذافي. المتمردون شكروا لحلف النيتو دوره في دحر قوات القذافي وتوجيه ضربات جوية موجعة لها أجبرتها على التراجع، وذكر سكان المدينة أن قصفا جويا أسفر عن تدمير 6 عربات تحمل جنودا، وهو الهجوم الذي يقول المسلحون إنه كان سببا في عودة المدينة لمعارض القذافي. وفي بنغازي احتفل أنصار المعارضة بعودة إجدابيا إليهم، وهي فرحة تعود لأهمية المدينة التي تبعد 150 كيلومترا إلى الجنوب من معقل معارض القذافي. نحتفل اليوم بالتخصيص في هذا اليوم بتحرير مدينة إجدابيا المكافحة، إجدابيا المجاهدة، إجدابيا الشجاعة، إجدابيا الشهامة المناضلة، إجدابيا الصمود. نحتفل جميعا شيبا وشبابا صغارا وكبارا بتحريرها من أيدي الغاصبين وبأيدي قوات القذافي. مع استعادة المتمردين لهذه المدينة تتعالى الأصوات في معسكر المعارضة للمطالبة باستكمال ما وصفته بحركة تحرير ليبيا، في إشارة لنزاع دام قرابة 2 شهر ولا يعلم بعد متى ستكون نهايته.